ولطبيعة التجانس بين الاستقرار والخدمات، فقد محافظ صلاح الدين بجولة ميدانية مراحل العمل لمشاريع عدة في مناطق جنوب المحافظة، وشملت الجولة موقع تنفيذ إنشاء 3 مجمعات ماء بسعات مختلفة، موجها بضرورة تسريع العمل واعتماد المواصفات الفنية المعدة ضمن كشوفات التنفيذ، ورفض أي تأخير أو تلكؤ بالمشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين. وعلى صعيد المتصل، تفقد المحافظ عددا من مشاريع إنشاء المحطات الكهربائية والطرق والجسور والدور واطئة الكلفة، وإضافة إلى مشاريع بناء وترميم عدد من المدارس الحكومية والتي تمولها حكومة المحافظة. ما يخص المشاريع المنفذة في عموم محافظة صلاح الدين، إدارة المحافظة متابعة لكل المشاريع ومع المهندسين والدوائر المختصة، والسيد المحافظ الشيخ إسماعيل البارحة كان جولة في جنوب المحافظة تابع المشاريع المنفذة في تلك المناطق الأقضية، قضاء سامراء وقضاء بلد والدجيل، وأشرف على عملية بناء المدارس والمشاريع الأخرى التي البناء والبنى التحتية الموجودة هناك. المشاريع جنوب الشمال المحافظة أيضا حقيقة متابعة بشكل جيد مع المختصين، ووسط مدينة تكريت يوجد لدينا مشروع مهم جدا وقارب على الانتهاء من بناء أو تأهيل هذا الجسر، وهو جسر الدلة وسط مدينة تكريت. تعرف جنابك احنا الآن بدأ العام الدراسي الجديد وبدأت الاختناقات المرورية وسط المدينة والذاهبين إلى جامعة تكريت، واليوم وجدنا رجال المرور حقيقي يعملون بشكل جيد ويعملون بجهود استثنائية على تصريف الاختناقات الموجودة. ما يخص مجسر الدلة، ذكرت قبل أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خلل فني في هذا الجسر. اليوم كانت جولة أنا والسيد مستشار السيد المحافظ المستشار الفني و قائم مقام مدينة تكريت والأخ عامر المنديل مهندس عامر اللي هو مسؤول على هذا الجسر، ومن هنا نبين أنه لا توجد أي مشكلة بهذا الجسر، وكل ما ذكر هو مجرد إشاعات عرقلت تقديم المشاريع والخدمات في المحافظة. المجسر سوف يكتمل خلال يعني بحدود من 10 إلى 15 يوم إن شاء الله، ويتم افتتاح هذا المجسر الذي سوف يساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين. خلال المواطن عانى خلال السنوات الماضية بسبب بطء وتلك المشاريع أو تنفيذ هذا الجسر، لكن إدارة المحافظة الحالية عزمت على إنهاء هذا المشروع بوقت قياسي، والآن احنا ننتظر افتتاحه.